بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا بفضل الله رب العالمين للوحدة الثالثة، يعني كده ربع المنهج إن شاء الله. الوحدة الثالثة دي هنسرع فيها لأن القواعد اللي فيها مش كتير، هي الكلمات أكتر شوية. طيب النهاردة هنعمل حاجة مختلفة كده عشان الناس اللي بتشتكي من إن محتوى الملاحظات بيكون كتير عليها، ما بتعرفش تلم نفسها. فأنا هقرأ الملاحظات من الكتاب وأطلع الملاحظات على كل كلمة، وبعدين هكتبهم برضو في ملف PDF وأنزلهم لك، بحيث أنت لو من النوع الطموح تذاكر وتبحر في الملف. طيب اول حاجه كده معانا الكلمه دي اسمها approach. approach دي بنستخدمها كناون كاسم، وبنستخدمها كverb. كاسم معناها نهج او طريقه او توجه، وفي الحاله دي حضرتك لازم تحط قبلها او ان لانها اسم يعد، فعايزك تعرف ان هي اسمها ان approach. تمام. طيب دي a way of viewing or doing something. طيب الحاجه الثانيه بقى، لو استخدمناها كفعل بمعنى يدنو من او يقترب من. طيب استرونوت ده رائد الفضاء، الراجل ده اللي بيسافر للفضاء. امال استرونومر ده عالم الفلك اللي بيدرس الفلك والفضاء. طب اكسبيرمنت دي معناها تجربه. وتعالى بس نقف كام وقفه كده، وعايزك تركز معايا وتفهم، والكلام ده هيتكتب وينزل لك في ملف PDF. اكسبيرمنت لو استخدمناها كنون فالمفروض نقول ان اكسبيرمنت بمعنى تجربه علميه معمليه. طيب الحاجه الثانيه، لما نقول اكسبيرمنت اون او وذ او ان، معناها يجري تجربه على. اما اقول لك مثلا scientists do experiments on animals او experiment on animals، يعني معناها يجري تجاربا على. الحاجه الثالثه بقى، عندك كلمه كمان اسمها experience. دي كده كاسم لا يعد، معناها الخبره. حلو، ما ينفعش نحط قبلها او ان. طب لو حاطين قبلها او ان فتبقى ان experience كده بمعنى تجربه حياتية، زي ما ترجمناها في الوحدة الأولى بمعنى موقف. طيب حاجة تانية كمان، كلمة experience كverb بمعنى يعايش أو يجرب، يعايش. على سبيل المثال لما أقول لك مثلا I have experienced many bad things in my life، يعني عايشت، يعني أنا عشت أشياء سيئة كثيرة في حياتي. طيب فأنا عايزك تفهم كده كلمة اسمها experiment. immerse دي معناها يبهر. what you say immersed me، إنما قلته أو ما تقوله يبهرني. حاجة تانية، الكلمة دي بمعنى هيغمر، بمعنى لو أنت إيدك اتلسعت immerse it in water، اغمرها في المياه. الحاجة الأهم من ده كله إنك ممكن تستخدم كلمة immerse دي كadjective، بمعنى إنك تقول be immersed in، دي معناها بالعربي كده be interested in، معناها مهتم بي. ده معنى، يبقى رقم واحد كده هيكون معناها مهتم بي. المعنى التاني معناها منغمس في. آية can't hear you، آية ما ينفعش مش سامعاك، because she is immersed in reading، لأنها منغمرة أو منغمسة في القراءة. طيب immersive بقى، immersive دي اللي هي الصفة اللي معناها مبهر، يبقى لما تقول immersed be immersed in دي صفة، و immersive برضو صفة. طيب implement يطبق أو ينفذ، زيها بالظبط ممكن نستخدم كلمة use أو ممكن نستخدم كلمة apply، كل ده معناه يطبق. ولما نقول implement a policy يعني يطبق سياسة، implement recommendations يعني يطبق أو ينفذ التعليمات أو التوصيات. inconvenient دي اللي معناها غير ملائم، ودي هيكون لها اكتر من بديل، بس عايز اقولهم لك هنا بالرغم ان انا كتبتهم لك او بكملهم لك في ورقه يعني، بس عايز تفهم الكلام اللي هكتبه لك هنا ده الاول. اول حاجه كده كلمه inconvenient دي معناها غير ملائم، دي بتساوي بالظبط كلمه unsuitable يعني غير مناسب او غير ملائم، بتساوي كلمه inappropriate اللي معناها برضو غير مناسب، بتساوي كلمة اسمها improper اللي عايزك تركز عليه. الناس دي كلها بنفس المعنى. حلو، بس الملاحظ بقى انك بتقول inconvenient لكن unsuitable inappropriate improper. طيب كل ده بنفس المعنى. طيب نيجي هنا بعد كده اسمها innovation ده الابتكار او الابداع والاختراع، لكن innovate يبتكر او يخترع، و innovator اللي هو الراجل مبتكر. طيب الكلمة اللي بعد كده كلمة innovate قلناها خلاص، mass produce. عند mass produce ده هنقف شوية، بص معايا، عايزك تعرف ان كلمة mass produce دي معناها ينتج بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة. المعنى بيتضمن الحاجتين دول. طيب انت ليه لما تروح تشتري مفرش من واحدة جنبك بتعمل مفارش بتغزلهم بأيديها بتشتريه ب100 جنيه، تروح تشتري نفس المفرش من مصنع ب5 جنيه؟ لأن المصنع ده بيستخدم الماس برودكشن، يعني بينتج إنتاج كثيف وبالتالي أسعاره منخفضة، لكن الحاجة اللي بتعمل المفرش دي بتقعد أسبوعين تعمل في نفس المفرش فأكيد هتبيعه ب100 جنيه. طيب يبقى ماس برودوس ده الفيرب. All countries try to mass produce، كل الدول بتحاول تنتج إنتاج كثيف. أمال إيه ماس
برود يوسد دي كده adjective. هقول لك مثلا cars are mass produced in Egypt، يعني العربيات بتنتج باسعار بكميات كبيره وباسعار منخفضه. امال ايه mass production؟ ده اللي هو الانتاج نفسه، زي هي نفسها كلمه production بس بمعنى انتاج كثيف بكميات كبيره واسعار منخفضه. بلانيت طبعا كوكب ما فيهاش مشكله، بروسيس اللي هي العمليه، سولار سيستم اللي هو النظام الشمسي، سبيس كرافت، سبيس كرافت عند سبيكر دي معناها سماعه ومعناها متحدث. طيب امال ايه كلمه سبوكس مان؟ سبوكس مان معناها المتحدث الرسمي. لما نقول مثلا ذا مينستري اوف اديوكيشن وزاره التربيه والتعليم هاز ا فيري بريليانت سبوكس مان، سبوكس مان كده ده معناها متحدث رسمي. امال ايه سبيكر؟ سبيكر ده اللي هو المتحدث اللي بيتكلم في مؤتمر، اللي بيقدم في برنامج مثلا اسمه سبيكر. طب سبيك، سبيكتاكيولر، 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 سبيكتاكيولرلي، سبيكتاكيولرلي، سيرفيس، سيرفيس، سراوند ساوند ده اللي هو الصوت المجسم. يعني ايه صوت المجسم؟ يعني انت بتسمع فيلم فلما يكون في صوت مرعب تحس انه جاي من وراك، لما يكون في صوت حاجه مثلا في السماء تحس ان الصوت جاي من فوق كده، فده مقصود بها سراوند ساوند. طيب كلمه سراوند بقى، وعند سراوند دي هنقف وقفه صغيره كده، وعايزك ما تقلقش، عايزك زي ما قلت لك اسمع بس وركز، الكلام ده هتاخده مكتوب جاهز، سيبك انت من اللي بيحصل قدامك. كلمه سراوند دي معناها ذا فيرب بمعنى يحيط. حلو. طب امال ايه سراوندد؟ والله احنا ممكن نقول سراوندد باي وممكن نقول سراوندد with، واحدة من الاثنين دول. لو انت قلت لي باي يبقى surrounded by شيء. طب with شيء او شخص. I am surrounded with my friends، I am surrounded with my friends، او I am surrounded with مثلا box. وممكن نقول surrounded by books، يعني عايزك تركز ان surrounded by شيء او with شيء وشخص. امال ايه surrounding؟ surrounding دي معناها الشيء المحيط، ودي عبارة عن adjective يعني عايزة بعدها اسم. فلما اقول لك the surrounding مثلا environment، environment يعني البيئة المحيطة. ايه surrounding دي اللي هي الاشياء المحيطة، الاشياء المحيطة، ودي عبارة عن noun. طيب لما اقول لك مثلا don't let the surroundings affect you، لا تسمح للاشياء المحيطة ان تؤثر عليك. Don't let the surrounding voice، انك لا تسمح للصوت المحيط، يبقى دي صفة، to affect you ان يؤثر عليك. طيب نيجي بعد كده على الكلمة اللي هي surround، قلنا universe اللي هو الكون طبعا مفيهاش مشكلة، adapt معناها يتكيف، وبعدها to، adapt to والفعل مضاف له ing دايما، زيها برضو كلمة lead، lead to والفعل مضاف له ing. طيب زي ما اتفقنا lead to بعدها الفعل مضاف له ing برضو. طيب advance اللي هو التقدم والتطور، وممكن نستخدمها بمعنى مظاهر التقدم او التطور. بمعنى لما نقول مثلا تكنولوجي ادفانسز اللي هو مظاهر التقدم التكنولوجي، ادفيرت اللي هي اعلان زي كلمه اد وادفيرتسمنت خدناها قبل كده، بس ما تلخبطهاش مع اد اللي معناها يضيف. ابلكيشن دي لها حوار، تعالى كده ما اقول لك عليه. لما تيجي في جمله مثلا او بدايه لما تقول كلمه ابلكيشن، فدي في الحاله دي كده لها معنيين، ممكن يكون معناها تطبيق بمعنى استخدام شيء معين، ممكن يكون معناها تطبيق اللي هو معناها برنامج. بمعنى لو انت قلت لي I have an application، انا عندي تطبيق on my mobile، عندي تطبيق على موبايلي that can calculate calculate any sum، انا عندي موبايل او can do any sum، انا عندي موبايل تطبيق على الموبايل بتاعي بيعرف يحسب اي مساله. كلمه ابلكيشن هنا تطبيق بمعنى برنامج، في الحاله دي هي بتساوي كلمه اب، ممكن نختصرها الاب. طيب لما نيجي نقول بقى ابلكيشن، ابلكيشن اوف تكنولوجي، دي معناها تطبيق التكنولوجيا بمعنى استخدام التكنولوجيا. هنا اوعى تقول بتساوي كلمه اب، ما ينفعش نقول بتساوي اب. يبقى ابلكيشن لو معناها تطبيق او استخدام ما ينفعش نختصرها الاب. طب ابلكيشن لو معناها برنامج او تطبيق فينفع نختصرها لكلمه اب. حلو. وهتلخبط، ما انا بقول لك تطبيق وتطبيق، اه بس تطبيق هنا معناها استخدام، لكن تطبيق هنا معناها برنامج. وزي ما اتفقنا احنا بنحفظ مدلول الكلمه مش معناها. طيب اللي بعد كده اودينس اللي هو الجمهور طبعا ما فيهاش مشكله، او المشاهدين. افريج، افريج دي في عليها ثلاث ملحوظات. الاولانيه عايز تعرف انك انت بتقول اون افريج، يعني ايه اون افريج؟ في المتوسط. طيب ممكن نقول ات ان average على سبيل المثال price of 2 pounds، يعني بمتوسط سعر 2 جنيه، دي اسمها at an average price of، لكن دي اسمها on average. on average يعني في المتوسط. طيب في مصطلح او في تركيبه ثانيه مع average دي اللي هي اسمها of
average زائد صفة، سوري زائد اسم. لما تقول مثلا of average height يعني بمتوسط، يعني ارتفاع متوسط مش عالي قوي ولا منخفض قوي. of average speed يعني بسرعة متوسطة، لا هي سريعة ولا هي بطيئة. يبقى انت عندك كام كده؟ ثلاثة. الأولانية on average، of average، وبعدين اسم at an average price أو cost of كذا. طيب كلمة basic يعني أساسي أو رئيسي. beyond دي لها برضو كم ملحوظة. انت ممكن تقول مثلا something is beyond imagination، beyond imagination يعني فوق او يفوق الخيال. طب beyond repair يعني ما عادش نفع تصلح. طب لو انت قلت لي something is beyond me، beyond me يعني فوق مستوى قدراتي. طب repair اللي هو الاصلاح، لو قلنا beyond repair يعني لم يعد ينفع اصلاحه. طب beyond imagination اللي هي فوق الخيال، حاجة كده تفوق الخيال. يبقى انت عندك ثلاثة بيوندات. الحاجة اللي بعد كده قلنا بيوند خلاص، ليكويد لو السائل، ليكويد طبعا ناون وادجكتيف. ليه؟ لما اقول لك مثلا this is a liquid ده سائل، لكن لما اقول مثلا ليكويد مثلا جوس يعني عصير سائل، دي صفة للعصير، فكده اصبحت صفة. مارس، خد بالك المنطقة الاس دي مارس بنطقها زد كده، مارس. مارتين مارشن، سوري مارشن ده المريخي، من المريخ يعني. ماينس وانس دي خد بالك كونجنكشن وانس. باكجينج بيبر ثين، عند بيبر دي اللي انا واقفه، هنقف دلوقتي بس نخلص الصفحه دي. بيبر ثين يعني في سمك الورقه. بيرمننت اللي هو دائم، وعكسها تمبوراري اللي هو المؤقت. نيجي بقى عند كلمه بيبر دي واحكي لك حدوتتها عشان تبقى انت عارفها. بص يا باشا، كلمه بيبر كده لوحدها معناها الورق عموما. على سبيل المثال هقول لك مثلا بوكس، الكتب are made of paper، الكتب مصنوعة من الورق، ده رقم واحد. طب لو انت قلت لي a sheet of paper دي معناها فرخ ورق، صفحة من الورق يعني. طب لو انت قلت لي paper على انها اسم معدود يعني قلتها a paper، يبقى دي كده بتساوي a newspaper بمعنى جريدة او جورنال. ولو قلنا برضو a paper ممكن تساوي كلمة document اللي هو مستند. على سبيل المثال وركز معايا في دي، يبقى كلمه بيبر لوحدها كده الورق عموما، وهي اسم لا يعد. طب لو انت قلت لي a sheet of paper دي اسم يعد بمعنى فرخ ورق، 2 sheets of paper 5 sheets of paper وهكذا. طب لو قلنا بيبر فدي معناها حاجه من الاثنين، اما انها يكون معناها جريده فهتساوي نيوز بيبر، او انها يكون معناها مستند فهتساوي كلمه document. You can't travel without your papers او documents. تمام. طيب ولما قلنا بيبر بوكس الكتب الورقيه بقت صفه كده، خلاص خلصت الصفحه دي كده، خلاص طلعنا كل اللي فيها، ادخل على الصفحه اللي بعدها. طب هي دي كل الملاحظات؟ لا، في ملاحظات ثانيه هطلعها من الاسئله وانزلها لك برده. الكلمه اللي بعد كده كلمه كومبيتيتيف. كومبيتيتيف دي معناها تنافسي. بمعنى ايه تنافسي؟ يعني فيه روح المنافسه. طيب على سبيل المثال لما اقول كومبيتيتيف برايسز يعني اسعار تنافسيه، يعني اسعار لا تقبل المنافسه، رخيصه جدا. كومبيتيتيف سبيريت او سول يعني روح التنافسيه. competitive country يعني دولة تنافسية، دولة قوية بتعمل أشياء بتنافس بها الآخرين. conquer دي معناها يغزو، دولة من الدول معناها يغزو، يتغلب على مخاوفه، في الحالة دي بتساوي كلمة overcome يتغلب على. constantly معناها باستمرار، continuously. طيب cost دي معناها تكلفة ويكلف، وده موضوع خلصان. طيب curious زي ما اتفقنا فضول أو متطفل، زي كلمة nosy و inquisitive اللي كنا خدناها قبل كده في الوحدة الأولى. essential أساسي أو ضروري. essential evidence دليل، وهي اسم لا يعد، خد بالك ما ينفعش نقول an essential an evidence، وبنقول كمان much evidence ما بنقولش many. exist يعني يوجد، زي ممكن نستخدم كلمة around، وممكن كمان نستخدم كلمة ochre. لو انت خدت الامتحان الاخير هتلاقي كلمة ochre ديت، لما كان بيقول لك minerals ochre in the earth's crust يعني المعادن بتوجد بشكل طبيعي في قشرة الارضية. expand يعني يوسع ويتمدد يعني دي معناها يوسع ويتسع او يتوسع ويتمدد، زي الحديد بيتمدد بالنار كده يعني. experience دي شرحناها. explore يعني يستكشف، وممكن نقول يدرس. I'm traveling to Cairo to explore it، انا رايح القاهره عشان استكشفها يعني ادرسها. extreme دي صفه عايزه بعدها اسم، لكن extremely دي عباره عن ظرف، والظرف عايز بعده صفه، فاقول لك اكستريملي هوت لكن اكستريم هيت زي ما اتفقنا قبل كده. طيب فالكون ده الصقر ما فيهاش اي مشاكل.
وبعد كده فانتا ساوند اللي هو نظام صوت المجسم. فيفوريتس اللي هي الاشياء المفضله ممكن نحط مكانها لايكس. فلات دي معناها مسطح او مستوٍ، ولو استخدمناها كاسم يبقى شقه بتساوي ابارتمنت. فورمز اشكال او صور وبنستخدمها كفعل بمعنى يشكل. طيب هيدن دي معناها مخفي او مخبأ. هاي تك اللي هو هاي تكنولوجي، تكنولوجيا ذات تقنيه عاليه. هوبفولي illustrated معناها مشروح او مصور مشروح، فلما نقول ان illustrated title يعني عنوان مشروح. invent يخترع او يبتكر. invention. jupiter land يعني يهبط، ودي معناها ارض يابسه. lie دي معناها يقع او يوجد. لما اقول لك مثلا، هو دي حته برضو عايزه تعرفها، لما اقول لك ايجيبت اللي هي مصر lies in africa يعني مصر تقع فين؟ في افريقيا. ممكن بدل lies دي نقول is located يعني تقع برضو، او is situated اللي برضو معناها تقع، او ممكن نقول is على طول بس يعني Egypt is in Africa، is located in Africa، is situated in Africa. طيب تعالى نمشي كده من تحت واحنا طالعين لفوق. كلمة wings للأجنحة، فأجنحة الطيارة او الطائر يعني العصفور كده وكده. visuals دي لاحظ ان في اخرها is، فانت ممكن تقول visual، اصل كلمة visuals معناها مؤثرات بصرية، فانت ممكن تقول visual effects اللي هي المؤثرات البصرية، لكن اوعى تقول visuals effects. طب ليه؟ اصل دي مؤثرات بصرية، مؤثرات بصرية دي، فدي معناها ان دي صفة، فمش هينفع تقول visuals effects لان الصفة لا تجمع. طيب tutor، tutor تي رينج، تي رينج اللي هو نظام الصوت اللي بيلف بيه من كل مكان حواليك. trainers دي اللي هو حذاء رياضي ومعناها مدربين. طيب تن اللي هي علبه صفيح، طبعا كان في ورقه عمل نزلناها على كلمه ترينر دي، خد بالك منها. 3 دي دايمنشنال، 3 دايمنشنال يعني، ودي ثلاثي ابعاد خاصه بالصور والافلام مش بالصوت. سرفايف يبقى على قيد الحياه. سبوز سبوز سبوز، لكن بي سبوز دي خد بالك، سبوز يعني يفترض، ده معلوم، لكن بي سبوز يعني يفترض، ده مجهول. سبورت سبورت يدعم ودعم، اسم وفعل. طب شيت اللي هي صفحة أو ورقة، ودي برضو معاها معناها الملاءة بتاعة السرير. سو سو تسون سيرش فور، طبعا ما تنساهاش معناها يبحث عن، بتساوي كلمة لوك فور اللي برضو معناها يبحث عن. عندك بعد كده سكير 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 يفزع، بتساوي كلمة فراي تن يعني يخيف أو يفزع. ساترن رول روبوتك روبوتك دي خد بالك صفة. طيب بعد كده روبوت روبوت روبوبرد. require 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 كيو، عند كيو دي عايزك تاخد بالك، كيو دي معناها طابور وراء بعضه، الناس واقفه ورا بعضها. على سبيل المثال طابور الخبز، طابور الخبز، طابور الحجز لاي حاجه. لكن كلمه رو ديت صف بجوار بعض، احنا في المسجد بنقف جنب بعضينا فده رو. طب في الخبز واحنا بنشتري عيش بنقف ورا بعض. بروفايد دي هنقف عليها وقفه صغيره كده، كنا وقفناها من قبل. احنا ممكن نقول بروفايد بروفايد شيء تو شخص، لكن بروفايد شخص ويز شيء. عايزين مثلا نقول يوفر المال للمصريين زي ما قلنا قبل كده، يبقى بروفايد ماني بروفايد ماني دي فور المفروض، سوري معذره مش تو، بروفايد ماني فور ايجيبشنز، يوفر المال لمين؟ للمصريين. او بروفايد ايجيبشنز ان هو يزود المصريين ويز ماني بالمال. يبقى انت عندك بروفايد شيء فور فور شخص، او بروفايد شيء ويز، او بروفايد شخص ويز شيء. طيب دي معناها يوفر شيء لشخص، لكن دي معناها يزود شخص بشيء ما. طيب بعد كده برينتنج للطباعه. براكتيكال اللي هو عملي، براكتيكال براكتيكال. طيب عندي بعد كده باورفول قوي، دي بتساوي كلمه سترونج اللي برضو معناها قوي. بوتنشالي بوتنشالي معناها بشكل متوقع او محتمل. طيب عندك هتلاقي بقى التعريفات بعد كده، وعايزين نقراها مع بعضينا عشان التعريفات دي هتعمل ربكه معاك في الوحده دي تحديدا. بص يا باشا، ابروتش اللي هو هنا مقصود بها النهج او التوجه، هي a way of viewing or doing something، هي طريقه استعراض او القيام بشيء. طب استرونوت ده رائد الفضاء، ده الشخص اللي بيسافر للفضاء. طب الاسترونومر العالم اللي بيدرس الفضاء، يبقى عايزك تفهم اللي بيسافر استرونوت، اللي بيدرس الاسترونومر. اكسبيرمنت دي يجري تجربه على. To use scientific methods انك تستخدم طرق علميه. To find ان تجد بها اشياء. Or discover something او تكتشف. Immerse دي معناها يبهر ومعناها ينغمس، لو معناها يبهر ده بقول لك to become or make somebody completely involved، خد بالك من دي، to be involved in
هي بالظبط to be immersed in، يعني أن تصبح منغمرا فيه. ما تكلمش أماني، أصل she is involved in reading أو she is immersed in reading، الاثنين معناهم يعني منغمس في شيء. طيب لما أقول لك بقى طبعا هو مديني هنا كلمة، بيقول لك involve yourself deeply in، إنك تورط نفسك، إنك تدمج نفسك، إنك تستغرق في شيء معين. implement اللي هي to start using a system أو to start applying a system، يعني تبدأ في تطبيق نظام. inconvenient يعني غير مناسب، معناها ان هو بيسبب صعوبة او مشاكل. لو انت لابس تيشيرت غير مناسب ليك فهو مضايقك. innovation الابتكار، introduction of new ideas يعني تقديم افكار جديدة او طرق جديدة، او a new idea او method or invention، يعني innovation ده الابتكار، معناها انك تدينا فكرة جديدة او طريقة جديدة او اختراع جديد. طب mass produced to make it cheaply و large numbers، لازم الاثنين تاخد بالك منهم، انك تنتج شيء بكثافه وبسعر رخيص. طب بلانت ده الكوكب، a large round، خد بالك من كلمه round دي، عشان round دي هنا معناها ايه؟ دائري بيضاوي كده يعني. object اللي هو الشيء البيضاوي الكبير العملاق اللي مكانه الفضاء. that moves around the sun، بتحرك حول السن، or another star، او حول نجم اخر. خد بالك وقال another عشان جاب بعدها اسم مفرد، لكن لو كان قال other كنا هنجيب بعدها اسم جمع. وبالمناسبه كان ممكن نقول another ونجيب بعدها اسم مفرد او رقم جمع يعني، وبعدين اسم جمع. طب اديني مثال، لما اقول لك مثلا another man او another boy، another boy sorry another boy، another boy او another two boys. طب other boys تاني كده، عايز اقول مثلا الوجبات other meals، another meal، another three meals. طيب في برضو ملحوظة هنا، عايزك تعرف ان space اللي هو الفضاء، لكن لو انت قلت سبيس دي معناها مكان فاضي نركن في العربية مثلا. بروسيس اللي العملية، a method of producing something، البروسيس العملية هي طريقة انتاج شيء معين. سولار سيستم النظام الشمسي، ده مقصود به الشمس والكواكب اللي بتلف حوالين بعضها. سبيس كرافت دي المركبة الفييكل اللي بتكون قادرة انها تسافر في الفضاء. طب مين اللي بيسافر فيها؟ الاسترونوت. سبيكر دي الديفايس، عبارة عن جهاز. على فكرة كلمة ديفايس ممكن نحط مكانها ست، يعني جهاز برضو، الذي من خلاله الساوند الصوت بيسمع. بالمناسبة انت عارف ان كلمة ساوند دي معناها صوت غير آدمي او صوت غير معروف، انت سامع صوت من بعيد مش عارف ده بني آدم ولا حيوان ولا ماكينة، فرسمه ساوند. امال ايه فويس؟ فويس دي الصوت الآدمي بس. your voice is good، حتى في برنامج اسمه فويس اوفر اللي الانسان بيقلد فيه او بيتكلم فيه في الفيديوهات. وبتقول voice of America اللي هو صوت امريكا، الحاجات دي كلها كده صوت انسان. spectacularly بقول لك in an extremely good او exciting او surprising way، بطريقه جيده، بطريقه مدهشه او مثيره جدا. in a very impressive way، بطريقه مبهره ايضا. طب surface اللي هو السطح، ده معناها outside or top layer، معناها ايه؟ outside اللي هو الخارجي، or top layer او الطبقه الخارجيه بتاعت شيء. surround يعني ايه surround؟ يعني محيط. to be all around انها يكون في حواليك في كل مكان حوالين شخص او شيء يعني، بس surround يعني يحيط سواء بالشخص او بالشيء. طيب عندك برضو surround sound، دي نقراها كده ممكن يكون فيها افتكاسه. بقول لك surround sound دي عم معناها a system of four or more speaker used so that sounds from a film or a television program came from all direction. وده تعريف الموجود نصا في قاموس اللونج مان، القاموس بتاع الوزارة اصلا، او مش الوزارة يعني اللي الوزارة بتستخدمه. يبقى surround sound معناها ان الصوت يكون مجسم، بمعنى جاي لك من كل النواحي زي تيرينج كده. universe اللي هو الكون، ده الفضاء اللي بما فيه الكواكب والنجوم وكل ما فيه. احنا كده خلصنا قراءة الكلام ده، هنبدأ بعد كده نحل في التمارين بتاعة الوحدة الجزء الاولاني. طبعا هفصل الفيديو ده عشان ما يكونش اتنين فيديو، احلهم وخلاص في نفس الفيديو كده كده مش هيطول يعني. سريع معانا. Our new villa، الفيلا الجديدة، is not by a large garden، الفيلا الجديدة is surrounded by، محاطة بحديقة واسعة. بما ان الحديقة دي شيء، ركز معايا، بما ان الحديقة دي شيء فاحنا ممكن نقول surrounded with عادي، ما هو with شخص وشيء لكن by شيء بس. طب appeared اصلا انت هتستبعد appear or disappear لان ما ينفعش نستخدم appear or disappear في المجهول. طب separated معناها مفصول، هو الحديقة بتفصل الفيلا مفصولة بحديقة؟ بالعكس، يعني ما ينفعش اصلا اقول لك ان الفيلا مفصوله بحديقه. طب some people believe that، بعض الناس بيعتقد ان ايه on animals، ان التجريب على الحيوانات قسوه، سلوك قاسي. running الجري، feeding اطعام، experimenting اللي هو experimenting اجراء التجارب على، امال implementing اللي هو تطبيق، تطبيق ايه ترى؟ طيب
She usually works hard. دايما بتشتغل باجتهاد. She not herself in her work. دي بقى ممكن نقول she involves herself أو she immerses، بمعنى تدمج نفسها، يعني تستغرق في عمل شيء معين. Avoid تتجنب، imagine تخيل، وfree هنا verb بمعنى يحرر، لكن free اللي هي من غير اس دي تنفع بمعنى حر أو مجاني أو مطلق يعني كده. The manager wants to know the new safety procedures inside the factory. المدير عايز يعمل ايه في الاجراءات الامنيه الجديده، عايز يطبق الاجراءات الامنيه. طبعا كاري يعني يحمل، لكن implement يعني يطبق. على فكره كان ممكن نستخدم apply يطبق برضو. photosynthesis اللي هو البناء الضوئي. is the not by which هو العمليه التي، والله عمليه البناء الضوئي دي اسمها اسمها process، لكن operation عمليه جراحيه. industry الصناعه. ميكانيزم اللي هي الميكانيزم بتاع شيء معين، اللي هي طريقه حدوث شيء معين او طريقه يعني ايه اجراء شيء معين. The Minister of Education وزارة التربية والتعليم has been trying to support different A to digital learning. ولكن وزارة التربية والتعليم كانت حريصة دائما انها تدعم الايه المختلفة عشان تحقق التعلم الالكتروني او اللي هو الرقم يعني. Approaches معنى طرق او وسائل تعليمية. It is impolite من غير المؤدب. Impolite دي ممكن نستخدم بدل منها رود. To telephone others at not time ان تتصل بالناس التانية في وقت غير مناسب يبقى inconvenient time. ليه يا مستر مش inconveniently؟ اصل ده ظرف والظرف عايز بعده صفة، لكن دي صفة عايزة بعدها اسم، والاسم عندي كلمة times. طيب يبقى انت كده هتقول لي at inconvenient times يعني في اوقات غير ملائمة، وانت عارف ان احنا قلنا inconvenient ليها اربع بدائل ما تنساهمش. Improper, inconvenient, unsuitable و inappropriate. It had been a not successful year. successful دي ناجح عبارة عن صفة، والصفة عايزة قبلها ظرف، ده بالمنطق الحلو يعني اللي بالحب. فانت عايز بقى ظرف هتستخدم spectacularly. طب معناها لقد كانت سنة ناجحة بشكل كبير. طيب there is now a large selection of portable bluetooth A available on Amazon Egypt. بقول لك في عدد كبير جدا من البلوتوث سبيكرز، سماعات البلوتوث المتنقلة متاحة على موقع أمازون في مصر. طيب بعد كده اللي بعد كده رقم 10 بيقول لك the not system consists of the sun and the planets that orbit it. بيقول لك ان نظام الايه بتكون من الشمس والكواكب اللي بتحيط بيها. اكيد النظام الشمسي، يبقى ده solar system. outer دي معناها خارجي، وعكسها inner اللي معناها داخلي. geothermal دي معناها تحت الارض، لما نقول geothermal energy الطاقة اللي بتطلع من تحت الارض. lunar دي معناها قمري، وهي صفة الاسم منها كلمة مون، القمر نون يعني. طيب بعد كده there are extinct volcanoes يعني في براكين خاملة. impact craters and lava flows on them يعني بقول لك ان في براكين خاملة وفي حفر وفوهات يعني، وفي حمم بركانية وتدفق من الحمم البركانية دي على سطح القمر، يبقى surface. جاليليو ده عالم من العلماء اللي كانوا بيسافروا الفضاء. was the first not to investigate يعني يدرس. لا ما هو مادام هيدرس يبقى ده استرونومر، لكن لو قال لك يسافر يبقى استرو نوت. طيب in the past في الماضي a lot of people thought that the sun was، في الماضي ناس كتير كانوا بيعتقدوا ان الشمس عبارة عن كوكب اللي هو اسمه بلانت رقم ايه. طبعا بلانت نبات ومعناها مصنع. desert للصحراء واوشن محيط. The not is no longer mysterious. لم يعد غامضا بفضل العلماء واللي بيعملوه، يبقى أكيد الكون لم يعد غامضا. اللي بعد كده بيقول لك A not is a vehicle هو عبارة عن مركبة أو mechanic أو machine أو آلة. That is intended to travel معمولة عشان تسافر للفضاء، يبقى دي spacecraft. Since the landing of Apollo من منذ هبوط أبولو في 1969 يعني 12 حوالي 12 ايه مشوا على سطح القمر. ما دام مشوا على القمر يعني سافروا القمر، يبقى انت عايز كده رواد الفضاء اللي هم استرونوتس. جابانيز كارز العربيات اليابانيه بتكون ايه تو ميت ذا بيج ديموند عشان تقابل او توفي بالطلب الكبير يعني عشان تبقى متوفره يعني اوف ذا انترناشونال ماركت. بيقول لك العربيات اليابانيه بتكون ماس بروديوس. طب ماس بروديوس معناه ايه؟ بتنتج بكميات كبيره عشان تكفي الناس اللي تطلبها على المستوى العالمي. 18 as a composer كملحن بليغ حمدي was one of the great A of music. كواحد ملحن هو كان واحد من المبدعين في مجال، طبعا innovator يعني مبدع، من المبدعين في مجال الموسيقى. we will solve our economic problems هنحل مشاكلنا الاقتصادية. only if we encourage لو احنا شجعنا ايه في الصناعة، اكيد لو شجعنا الابداع، الابداع اللي هو اسمه innovation. المعاصر دائما يبدعوا، يبقى innovate انت عايز فعل، innovate يعني يبدعوا افكارا جديدة. some online games بعض الالعاب الاونلاين بتكون مبهرة
لدرجة انك انت بتحس كأنك انت فعلا عايش وبتلعب في اللعبة دي. مبهر يعني immersive. الصفحة اللي بعد كده، الوحدة دي من الوحدات اللطيفة، من حيث الكلمات لطيفة ومن حيث القواعد لطيفة، ما فيهاش أي عبء. طيب رقم 22 بيقول لك requires at least، بيتطلب على الأقل 3 speakers. بص يا باشا، برغم إن هنا في 3 بس مش هنختار دي، لأن دي لها علاقة بالفيلم والفوتو. 3 دي ده لها علاقة بالصور والتصوير، لكن surround sound صوت، يبقى speaker سماعة، فدول مع بعض. طيب today some manufacturers، اليومين دول بعض المصنعين بيستخدموا الروبوت علشان ماس، لكي تو ماس بروديوس، انت عايز مصدر. طيب رقم this 24، this man earns an average of كذا، an average of يعني بمتوسط 6000 جنيه في الشهر. الديناصورات ايه على الارض منذ ملايين السنوات؟ اكيد مش هينفع نختار كونكرد. ليه؟ اصل هو غزا الارض على طول، مش هنقول غزا على الارض، لكن هو existed on earth يعني تواجدت على الارض. speakers السماعات يعني are the latest trend، اخر trend يعني في مجال السماعات، اللي هو tearing اللي هو الصوت المجسم اللي بيجي من كل ناحية، زي نظام السراوند ساوند اللي كنا بنحكي عنه. طيب بعد كده like most children، زي معظم الاطفال انا بستمتع بالقصص المصورة اللي هو illustrated، معناها مصور، قصة بيحكي لك فيها حاجات ومصور لك في صور. This shop sells high quality clothes، المحل ده بيبيع ملابس ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، يبقى at competitive prices يعني أسعار تنافسية بمعنى أسعار مميزة. وخد بالك أنت بتقول at prices، فممكن تقول at high price، at low price، وهكذا. You are lucky to not this violent accident، ده أنت محظوظ أنك أنت عشت بعد الحادثة دي، يعيش أو ينجو اللي هي survive. ريكوير يتطلب طبعا، واكسباند يتسع او يتوسع او يمدد، وسراوند يحيل. There is much not that this man is the thief who has broken into your house، هناك ايه كبير ان الراجل ده هو الحرامي اللي دخل بيتكو. هناك دليل، حتى قال لك ماتش عشان تعرف ان كلمة evidence اسم لا يعد. You need to not your fear، تعمل ايه في مخاوفك؟ حاجة من الاتنين، يا اما conquer يا اما overcome، يعني انت محتاج انك تتغلب على مخاوفك، conquer و overcome. He ate just not slice of meat، هو أكل فقط شريحة إيه من اللحم، أكيد شريحة رفيعة من اللحم. طبعا الاستريت مشروع وفيجل بصري أو مرئي، بيبر ثين اللي هي أصلا مقصود بها ثين نحيف. It is a dream of mankind، حلم البشرية جمعاء. To not into space، إنها تعمل إيه في الفضاء؟ إنها تتوسع في الفضاء اللي هي expand. على فكرة أنت ممكن تقول expand into space، كان ممكن تقول كمان invade space او كان ممكن نقول explore space. لاحظ ان مع explore خدنا space من غير حرف جر، invade space من غير حرف جر، لكن expand لازم into space، يتوسع في الفضاء. water is not for light، المياه بتكون ايه للحياة؟ اكيد ضروري، يبقى essential. tearings have made audio، التيرنج ده جعل الايه الصوتية ممكنة، اكيد الادفيرتس يعني جعل الاعلانات الصوتية ممكنة. طب ابروتشز الطرق والاساليب، وافريج المتوسط، وايفيدنس اللي هو الدليل. الصفحه اللي بعد كده حضرتك بيقول لك ليت يور تشيلدرن، دع اطفالك يعملوا ايه؟ سينجس يعملوا ايه في الاشياء؟ اكيد يعايش الاشياء. يعني ايه يعايش الاشياء؟ يعني يجرب الاشياء بنفسه عشان يتعلموا ازاي يعتمدوا على انفسهم. يبقى يعايش او يعني بنفسه يعني، او يجرب بنفسه، اسمها اكسبيرينس اللي هي رقم دي. بالمناسبة depend on، rely on، count on، bank on، الأربعة يعتمد على، خدناه قبل كده. واتساب ده عبارة عن app وابليكيشن عشان هو برنامج على الكمبيوتر. digital communication application، وعلى فكرة كان ممكن نقول app لأن كلمة تطبيق هنا بمعنى برنامج. 38 the audience left not scar the accident، بقى الحادثة تركت جرح أو أثر للجرح، يعني ندبة مستدامة، يبقى permanent يعني في جرح في وشه مش هيخف. دي 3D is short for، خد بالك من الحته دي، انت بتقول 3D is short for يعني هي اختصار ل 3 dimensional، وهنا في الحته دي كان ممكن اقول لك 3 is 4 3 يعني is for 3 يعني 3 دي بتشيل كلمه 3، والدي is for dimensional يعني اختصار لكلمه dimensional. It is natural that children are not، they just want to know، من الطبيعي ان الاطفال بيكونوا ايه؟ لانهم عايزين يعرفوا، يبقى كده معناها ان هم حشريين او فضوليين، يبقى curious، inquisitive، ونوزي. children take liquid medicine، الاطفال بيأخذون دواء سائلا،
خد بالك انت بتقولي دواء سائلا، فسائل دي صفة لمين؟ للدواء. يبقى انت كده عندك الكلمة دي adjective. 42 42 بيقول لك this heavy box not at least three strong young people to carry it. الصندوق الثقيل ده بيتطلب على الاقل ثلاثة يشيلوه، يبقى requires. بعد كده this introduction of computer أو the introduction of computers، تقديم الكمبيوتر was one of the best A of the 20th century. تقديم الكمبيوتر كان واحد من أفضل الـ A للقرن العشرين، أفضل الـ advances اللي مقصود بها زي ما قلت لك في شرح الكلمات مظاهر التكنولوجيا أو مظاهر التقدم. system يعني نظام، event يعني حدث، وtiering اللي هو سماعات التيرنج أو النظام الصوتي المستدير. I hope أنا بتمنى إن 2024 اللي لسه جاية will not be a better year for the whole world، إن 2024 تكون سنة جيدة بشكل مذهل أو بشكل مأمول. يبقى أنت عندك A and C، دي صح ودي صح. أتمنى 24 ستكون بشكل مأمول سنة أفضل، أو بشكل كبير سنة أفضل. The floor is supposed to be not sloping. هنا بقى يا باشا بص، عايزك تفهم حاجة. الأسطح دي في منها نوعين، أسطح المنازل، في منها السطح اللي هو كده، وفي منها السطح اللي هو بيكون عامل كده. ده بنسميه سلوبنج اللي هو السطح المائل، لكن ده بنسميه فلات. فالراجل بيقول لك ان المفروض يكون السطح ده مش سلوبنج، يكون فلات. I will call you once، انا هتصل بيك بمجرد ما اعرف اي شيء. فوانس هنا عباره عن رابط يعني كونجنكشن. انا ماشي سريعا عشان الناس اللي بتقول الفيديو بيكون طويل واتنين فيديو في الكلمات بس حرام، فمش حرام اللي انا بعمله اي خدمه. To not is to start using a system، تبدا استخدام نظام، يبقى دي معناها apply او implement. فين اللي موجود؟ عندي implement. means an extremely good، يعني جيد للغايه ومثير ومدهش، يبقى ده شيء spectacular. spectacularly اللي معناها رقم، دي اللي معناها بشكل مبهر او بشكل كبير او بشكل شيق. الصفحه اللي بعد كده السؤال رقم 49، كتروا هو شويه اسئله في الحاجات دي بس لانها كلها كلمات مهمه. انوت از اوتسايد اور توب لاير، هي الطبقه الخارجيه او الطبقه اللي في القمه، يبقى ده السطح. is a way of viewing or doing، طبعا احنا في التعريفات قلنا viewing or doing، تروح انت واخد ابروتش على طول. طيب رقم، انت ممكن تسالني ليه مش بروس؟ لا، بروسس دي تعريفها a way of producing، عمليه انتاجيه. طب means causing difficulty، معناها بيسبب مشاكل or problems، يبقى ده شيء غير مناسب اللي هو inconvenient، essential اساسي او ضروري، وده مشروح وده انتاج مكثف ورخيص. 52 to not is to be all around، انها تكون حواليك في كل مكان يعني محيط، يبقى surround. is the sun والبلانتس، الشمس والكواكب، ده الكون ولا ايه؟ لا، ذات جو اراوند ات، لا يبقى ارجع كده تاني، ده النظام الشمسي. الشمس والكواكب دي اسمها النظام الشمسي اللي اسمها السولار سيستم. هنا حته بقى عايزك تحفظها ولازم تحفظها وتركز فيها. السولار سيستم ده قاصر على الصن وعلى البلانتس بس، النجوم والايه الكواكب. طب يونيفرس، قال لك ان ده السبيس كله، الفضاء والسولار ومحتويات السولار سيستم اللي هي الصن وكمان البلانت. يبقى لما قال لك سبيس وصن وبلانتس يبقى اعرف ان ده يونيفرس. طب لو قال لك الشمس والكواكب بس يبقى ده سولار سيستم. ركز في الحاجات الدقيقه دي عشان ما تلخبطش. زي ما قلت لك ركز في تعريف الابروتش، ان الابروتش ده عباره عن طريقه فيوينج اور دوينج، لكن البروسيس طريقه معناها بروديوسنج يعني فيها انتاج. طيب بعد كده رقم 54 از ا ميثود اوف بروديوسنج، لسه كنا بنحكي يبقى بروسيس، لكن ابروتش عباره عن فيوينج اور دوينج. طب از سم وان هو ترافلز، ما دام بيسافر يبقى ده استرونوت. طب از تو يوز، انك تستخدم الطرق العلميه عشان تكتشف شيء او تستكشف يعني شيء او تكتشف شيء شيئا يعني، فده انك تجرب الشيء، يبقى اكسبيرمنت، انك تعمل تجربه علميه يعني تستخدم الطرق العلميه. طيب رقم 57 ذا نوت از اول سبيس، بص الفضاء بما في ذلك الكواكب والنجوم اللي هو النظام الشمسي معاهم يعني، يبقى ده اسمه اليونيفرس. امال لو قال لك الكواكب والنجوم بس يبقى السولار سيستم. از ا فييكل، هي عباره عن مركبه. ذات از ايبل تو ترافل ان سبيس، مركبه بتعرف تسافر في الفضاء يبقى سبيس كرافت. طب 59 از ا ديفايس، عباره عن جهاز. ثرو ويتش ساوند از هيرد، الصوت بيتسمع يبقى ده السماعه سبيكر. is to become or make somebody completely involved in، اللي بتساوي كلمه immersed in، يبقى انا خلاص هنا عايز immerse. is a very large round object، حاجه دائريه وعملاقه بتكون في الفضاء، يبقى ده الكوكب planet.
طيب means made cheaply معناها مصنوعة رخيصة وبكميات كبيرة، يبقى ده الإنتاج الكثيف الرخيص اللي هو الماسي بروديوسد. الصفحة اللي بعد كده بقى ندخل على الميني تيستس. قربنا يا شباب نخلص، لا تحبطوا ولا تتعجلوا. طيب مستر أشرف بيقول لك المستر أشرف has not a new approach، يعني طريقة جديدة، يبقى هو طور develop a new approach معناه يتطور. بالمناسبة كلمة develop ده ممكن تستخدم بمعنى يصاب بمرض، لما نقول مثلا develop cancer يعني يصاب بمرض السرطان. طيب اللي بعد كده بيقول لك the experiment التجارب اللي بروفيسور ألبرت بيقوم بيها، يقوم بتجربة، يبقى do experiment. عايزك تعرف انك بتقول do experiment، carry out an experiment، وكمان معاك perform an experiment، وكمان معاك conduct an experiment. اوعى تنسى it is not easy، it is not that easy، ليس ذلك الامر بالسهل جدا، full time job ان تحصل على وظيفة، يبقى getting. طب ليه مش doing؟ do a job يعني يقوم بوظيفة. هو بيقول لك مش سهل ابدا انك تحصل على وظيفة الا لو انت مؤهل وماهر عشان تحصل عليها. 3D technology the audience، 3D technology ثلاثية الابعاد بتعمل ايه في المشاهدين؟ بتبهرهم، يبقى immerses. اللي بعد كده the film they are currently making، ما انت عارف make a film يعني يعمل فيلم. a team of scientists have not new sound technology، قدموا تكنولوجيا جديدة، يبقى introduced sound technology. خد بالك introduce technology، قدم تكنولوجيا. surround sound makes films not real، بقول لك ان الافلام، ان النظام الصوت المجسم ده بيجعل الافلام تبدو واقعية حقيقية، تبدو يعني look. he is not a different approach to that of the most scientists، بقول لك هو بيعمل ايه في طريقة جديدة عن تلك التي يستخدمها كل العلماء، يبقى اكيد taking take a different approach معناها يطبق طريقة جديدة. على فكرة ممكن نقول applying a different approach و implementing a different approach، يبقى take a different approach. مستر عمار taught us how to not music، والله هنا بقى بقول يلعب الموسيقى، يعزف الموسيقى اسمها play music، ولكن خد بالك انت قلت لي play music على طول، لكن لو هتستخدم آلة موسيقية لازم تقول play the والآلة بعدها، فتقول play the drums مثلا يلعب على الطبلة، play the flute يلعب على الفلوت، play the مثلا tuba يعزف على التوبا كده يعني. طيب الصفحة اللي بعد كده الميني تيست نمبر 2 بقول لك we backed her up when he complained about working conditions، ده معناها ان we احنا back someone up معناها يؤيد شخصا، يبقى supported. I am currently following a new approach، أنا من دول بتبع نظام جديد. كلمة نظام يبقى approach النظام يعني مش معناها leave يغادر، go near يقترب، و proposal معناها عرض زي proposal of marriage مثلا أو عرض زواج، لكن كلمة approach هنا معناها طريقة أو اتجاه، يبقى بتساوي كلمة attitude. طب she warned me not to approach، حذرتني ألا أصل، يبقى كلمة approach هنا بمعنى يصل أو يقترب من أو يدنو من. في الجملة دي كلمة approach بتساوي يقترب من او يدنو من، يبقى go near. عندك بعد كده you need to conquer، انت في حاجة او يجب عليك ان تغزو ترددك. في الجملة دي كلمة conquer يعني يغزو، عكسها بدل ما تغزو تستسلم. يستسلم يعني ايه؟ يعني surrender او give up اللي خدناهم في الوحدة الاولى فاكرهم، او yield to. طب is to leave بالضبط زي كلمة conquer يغزو، و give up يستسلم، الاثنين عكس ايه بعد، يبقى كلمة leave يغادر عكسها يقترب من او يدنو من، يبقى approach. الموضوع سهل ولطيف يا جماعة والله. اللي بعد كده this medical، طبعا ترجم الاول اربعة. mass produce ده فعل بمعنى ينتج بكثافة، mass producing معناه انتاج بكثافة، فعل مضاف ing، mass produces ده فعل مضاف له اس، mass production ده النون. بقول لك this medical laboratory، هذا المعمل الطبي، ينتج العقار بتاع كورونا، والله ينتج، يبقى انا عايز الفيرب ده وعايز الفيرب ده، بس المصنع مفرد، يبقى انت هتاخد ماس بروديوسز عشان ما ينفعش ناخد الفعل في المصدر. موست نوت جودز، بص معظم البضائع المنتجه بكثافه، فانت عايز ادجكتيف، والتصريف الثالث من الفعل دايما بيديك ادجكتيف، فماس بروديوسد. 3 از وات ميكس، هو ما يجعل الصين دوله عملاقه، هو مين؟ الانتاج الكثيف، فانت عايز هنا ناون، يبقى ماس برودكشن. بروفيسور جونز، عمك جونز ده يجرب على الفيروس لكي يجدوا علاجا، يبقى يجرب على، يبقى اكسبيرمنتس اون ده فعل.
خدنا الاخر اس مش اللي في المصدر، لان جونز ده مفرد. بروفيسور جونز هاز كوندكتد يعني اجرى ان تجربه، يبقى ان اكسبيرمنت. طب مش ينفع دي؟ ازاي يا مسلم ان واس معاها؟ مش هينفع. بروفيسور جين، بروفيسور جونز هاز ديسكفرد، اكتشف ان نوت فاكسين. بص بقى، علاجا تجريبيا يبقى اكسبيرمنتال. وعلى فكره لما تقول اكسبيرمنتال ستيج مرحله تجريبيه، اكسبيرمنتال فيرجن يعني نسخه تجريبيه، اكسبيرمنتال سكول يعني مدرسه تجريبيه اللي هي مدرسه الحكومات التجريبيه دي. صفحه 192 يعني. فيرذر ايه از نيدد، ايه اكتر مطلوب؟ يبقى انت عايز تقول تجريب اكتر، تجريب يبقى اكسبيرمنتيشن عشان انت عايز نون. An important part of the success of any plan، النجاح جزء مهم جدا في نجاح اي خطه. Is the ability to not، هي القدره على ان تطبقها. فانت عايز فيرب يبقى implement، تطبق. The not of any plan، الايه بتاع اي خطه يعني التطبيق بتاع اي خطه، يبقى انت هتقول implementation اللي هي النون. على فكره عايزك تاخد بالك من حته، من حته مهمه جدا. انت هنا قلت لي ايه؟ انت قلت لي ذا امبلمنتيشن اوف، ركز في دي كده. انت قلت لي ذا امبلمنتيشن اوف اني بلان، على فكره كان ممكن تقول امبلمنتنج اني بلان، اني بلان يعني ان تجريب اي خطه. طيب بعد كده رقم 10، 3D تكنولوجي، التكنولوجيا الثلاثيه الابعاد، ستيل فيلم فيورز، ما زالت بتعمل ايه في المشاهدين بتوع الافلام؟ ما زالت تبهر. تبهر يعني ايه بقى؟ اميرسز اللي رقم ايه، خد بالك انت بتقول ما زال يبهروا، يبقى ده مضارع. طب السي تكنولوجي از ستيل، ما زالت مبهره، مبهره يبقى اميرسيف، والحوار خلص. طيب اخر تقريبا واحده، الله اعلم يعني، او في واحده بعدها اللي هي نمبر مينيتس نمبر 4. اي انفايتد، انا عزمت 300 بيبل، 300 واحد لحفل زفاف اختي. ذا بارتي ووز اون، الحفله كانت، ما دام 300 يبقى انت كنت عازم ناس على نطاق واسع، يبقى اون ا لارج سكيل. هو لازم تبقى اون ا لارج سكيل يعني لازم لارج؟ لا مش لازم لارج، ممكن اقول اون ا لارج سكيل، اون ا وايد سكيل، اون ا بيج سكيل كده يعني، يبقى اون ا لارج سكيل. طيب لاست نايت اي واتشد ا فيلم 3D، ان 3D معناها بتقنيه 3D، وبالمناسبه برضو بنقول ان انجلش يعني فيلم مكتوب باللغه الانجليزيه. Do you think it is right to let your son experiment on او in او with، طبعا مديني هنا with، experiment with different haircuts يعني يجرب قصات شعر مختلفة. The beginning of television in Egypt goes as، هنا بقى go as far back as دي معناها dates back to، وعايزك تركز هكتبها لك في الكشكول. لما نقول go as far back as ده كله كده معناها يعود تاريخه الى، ممكن نقول نفس الجمله the beginning of television in Egypt dates back to، وتكمل بقى الجمله. The visuals او visual effects have immersed the viewers the film، المشاهدين بتوع الفيلم يبقى of the film، يبقى خمسه كده of. Temperatures اللي هي درجه الحراره دي اس، انا عايز قبله صفه extreme. طب ما hot to cold freezing كل ده صفات، يبقى نرجع نترجم تاني يا باشا. انهي درجات حراره اللي اما انها تكون عاليه جدا او منخفضه جدا؟ يبقى كده extreme فعلا. طب ليه مش هوت؟ اصل هو قال لك عاليه جدا يعني تلج، ومنخفضه جدا او يعني نار، او العكس يعني، يعني هنا في تلج وفي نار، فمش هينفع اقول فريزنج لان تلج بس، ولا كولد يعني برد بس، ولا هوت يعني حر بس. فانت بتقول درجات الحراره المتطرفه، يا اما حر نار يا اما تلج جليد. This type of mobiles، النوع ده من الموبايلات السول بيباع بسعر تنافسي، وانا قلت لك برايس دايما باخد معاها اد. افريج، خلاص يا عم، اون افريج، اون افريج يعني بالمتوسط، وقلنا ان اوفر افريج دي ليها كام ملحوظه؟ ثلاثه، اوعى تنسى اون افريج وتعمل كومه وتكمل. الحاجه الثانيه انك تقول ات ان افريج وبعدين اسم اوف، ات ان افريج برايس اوف 10 باوندز مثلا. الثالثه انك تقول اوف افريج هايت، بمعنى بارتفاع متوسط، بسرعه متوسطه كده يعني. Tearing is a 360 degree paper. ليه يا مستر؟ ما هو حضرتك ان دي اوان، و360 درجه ديت صفه مركبه وبيبر اسم، يعني معنى كده ان دي صفه ويكونها صفه لا تجمع. I have another question، انا لدي سؤال. burning يعني سؤال ملح.
A burning question، يعني سؤال ملح. خلصنا كده ولا لسه في حاجة تاني؟ خلصنا. الحصة الجاية إن شاء الله رب العالمين هيكون في شرح لقاعدة المستقبل، وبعد قاعدة المستقبل هيكون في شرح، هيكون في حل التمارين. أتمنى لكم التوفيق. الفيديو طول شوية معلش، ملحوظة مهمة جدا، الكلمات أنا لسه هبعت لك ملف البي دي إف. لو ذاكرت ملف البي دي إف بتاع الوحدة الأولى والثانية يبقى أنت برنس، ذاكر الثالثة ويبقى أنت كده ذاكرت أول 3 وحدات بضمير. لو أنت حابب تشترك معايا في محتوى كتاب إيوان براكتس أو إيوان تريجر، ابعت رسالة على الخاص أقول لك التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.